بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن ننير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء نبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الدورة المباركة التي تحرص من خلالها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إعمار بيت الله وفي إفادة الوافدين إلى المسجد الحرام، ويتمثل ذلك في إدارة التوجيه والإرشاد. جزى الله خيرا الجميع على هذه الجهود المباركة التي تبذل في هذا الباب. وحديثنا عن علم الحديث والسنة ونشأة هذا الأصل العظيم وهذا العلم الجليل في شريعة رب العالمين. قبل 1555 عاماً كانت تلك الكلمات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول رحمة جاد بها الرب العظيم على هذه الأمة حيث أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهو بغار حراء. وبنزول هذه الآيات المباركات أصبح محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدعوته بهذا القرآن كان المهاجرون وكان الأنصار وكان الحديث وكانت السنة وكانت العبادات التي امتثلها أهل الإسلام. فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل وهو كلامه، نزل من عند الحق وموضوعه الحق ويهدي للحق، وعليه تأسس عقل الإنسان المسلم وبه زكت نفسه وبه تعبد لربه جل جلاله. وفي القرآن وتلاوته راحة النفس والخروج من صراعات الأفكار والمنافسات الاجتماعية، ووجود الراحة والطمأنينة واليقين.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله تغيرت بنزول القرآن عليه، كما قال ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن عليه غدت علاقته بالقرآن لا تفتر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وأصبح سمت من آمن به وصدقه تلاوة القرآن، كما قال الله: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. وكما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومن سمت من آمن بالقرآن التأثر به عند تلاوته، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأدركوا أن هذه النعمة العظيمة توجب عليهم شكرها، والله عز وجل ذكر ذلك عن أهل القرآن فقال: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفهموا فهم يقين أن الإعراض عن هذه النعمة بعد عن السعادة ودخول في الحياة الضنك والشقاء، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقسوة القلب أدركوا أن السبب الرئيس لهذا المرض والداء العضال إنما هو البعد عن القرآن، فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وإذا قسى القلب كان الشرود عن الحق، وإذا قسى القلب كان الانحراف عن التدين بالدين، وإذا قسى القلب كانت الانتكاسة عن العمل الصالح، وإن كان الإنسان نشأ في بيت مسلم وبين المسلمين. الإعراض عن القرآن لمعالجة أي أفكار ضالة تطول الطريق وتدفع للضلال، والإعراض عن القرآن لتأسيس الحق في النفس تطويل للطريق ووقوع في الانحراف، والإعراض عن القرآن لرسم طريق السعادة والنجاح تطويل للطريق ودخول
في الخسارة، والإعراض عن القرآن لبناء اليقين والفهم الصحيح تطويل للطريق ودفع للشبهات، والقرآن الكريم والإعراض عن القرآن الكريم لتوضيح منهج العمل الصالح إنما دخول في الإفساد في الأرض. فالقرآن الكريم أسس في عقل المسلم تلك الحقائق ونفى عنه الأوهام، وعندما امتثل القرآن وبما جاء فيه كان المسلمون وكان المؤمنون وكان المحسنون ووجد الهداة المهديون وعباد الله الصالحون والمخبتون والطائعون. وعندما امتثل بالقرآن لم يكن هؤلاء من الكافرين ولا من الجاحدين ولا من المنافقين الكذابين ولا من العصاة الفاسقين ولا من الضالين المضلين. هذه المقدمة عن القرآن، لأن علم الحديث وعلم السنة، إذا كنا نظن أن علوم الحديث إنما كان الدافع لوجودها وفنونها وأصناف العلوم التي ارتبطت بها، إنما كان ذلك لأجل الحاجة للتدوين وغير ذلك، أو أنه إنما هو لعقلية فذة عند أهل الإسلام ونظن ذلك، فقد أخطأنا. إنما الأصل في ذلك كله أن أهل الإسلام التزموا ما جاء في القرآن، فكان حفظ الحديث وحفظ السنة، وكان ذاك العلم الفريد الذي لم يوجد في أي أمة من سائر الأمم إلا في هذه الأمة، أمة القرآن، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وباعتبار أننا نقف مع هذا الأصل العظيم في لقاءين، وعلم السنة والحديث وما ارتبط به من علوم وفنون تفوق العشرات والمئات، ألف فيها المئات من الكتب على تاريخ هذه الأمة المباركة، فإننا نقف مع قضيتين رئيسيتين، ونرى كيف كان القرآن هو الأساس وهو الأصل فيهما، وكيف أن الأمة عندما انطلقت في هذين الأمرين إنما انطلقت لأنها امتثلت كتاب ربها، وأنها فهمت مراد الله عز وجل، فما كان منها إلا أن قامت بهذا الحق العظيم. أما القضية الأولى فهي ما تعلق بمكانة السنة وعلو منزلتها ولزوم الاحتجاج بها وضرورة التسليم والإيمان بما ورد فيها ووجوب العمل بها وأن حجيتها ملزمة. فهذا الأمر الأول، ما يتعلق بالمكانة والحجية لهذه السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القضية الثانية فإنما هي
رواية هذا الحديث ونقله عبر العدول الصادقين والثقات الضابطين، ثقة عن ثقة وعدل عن عدل مهما طال الزمان، إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عناية ابتدأت من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن بعدهم، عناية بالحديث النبوي، فكانت كتب الرواية ومثل هذا المحور الأول في علم الحديث وهو علم الرواية. ثم علوم وفنون ضبط بها المتن ووجد من خلالها وبها اليقين عند أهل الإسلام في أن ما بين أيديهم إنما هو قول أو فعل أو تقرير منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العناية التي كما قلت لم تكن منطلقها مجرد الحاجة، ولم يكن منطلقها العقلية الفذة فحسب، وإنما كان منطلقها الامتثال لما جاء في القرآن العظيم. فالأمة بهذا حفظت دين الله وحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة بذلك قدمت للبشرية كلها هذا الأمر وهذه المسؤولية نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلته بكل أمانة ومسؤولية، وطبقت فيه منهج القرآن، فكان منهجاً فريداً بكل ما تعنيه كلمة الفرادة بين سائر الأمم في عناية أمة بنقل قول وفعل وتقرير لنبي كريم عليه الصلاة والسلام. واليوم في لقائنا هذا نقف مع الأمر الأول، وهو ما يتعلق بمكانة السنة وحجيتها، فإن النظر إلى أن السنة حجة وواجبة الاتباع والاقتداء ضرورة إيمانية، فإن الإنسان المسلم إنما يكون أدى هذا الانتماء عندما ينظر إلى كتاب الله عز وجل أنه الحق وجاء بالحق، وأن طاعة الرب جل جلاله باتباع ما في القرآن واجب وحتم، ولا يكون إيمانه وإسلامه إلا بذلك، وكذلك أن طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وحتم، وأنه لا يكتمل إيمانه إلا بالإيمان بهذه الحجية والمكانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الإسلام يعلمون أن القرآن وحي من عند الله، وأهل الإسلام يعلمون أن السنة وحي من عند الله قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويعلمون أن القرآن يحل ويحرم، وأن القرآن يفرض واجبات ويبيح مباحات، وأن السنة تفرض واجبات وتبيح مباحات. والسؤال: كيف أسس القرآن الكريم هذه المنهجية في قلب هذا الإنسان المسلم؟ ونظر إلى أن القرآن أصل تشريعي رئيس، والسنة كذلك أصل تشريعي رئيس، كيف انطلقوا مؤمنين مصدقين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. إن هذا الأمر كان تأسيسه وتأصيله في قلب هذا الإنسان المسلم من خلال هذا الكتاب الكريم. فكيف كان ذلك؟ إذا رجعنا إلى القرآن ماذا نجد فيه؟ فيما يتعلق بهذه السنة وكيف كان التأصيل لهذا المفهوم العظيم في عقلية الإنسان المسلم، نقف 16 وقفة مع القرآن العظيم. وفي القرآن ما هو أكثر من ذلك بكثير، ولكن حسبنا أن نشير من خلال هذه الوقفات لتحقيق المراد والمقصود، وأن من أراد أن يدرس علم الحديث والسنة وأن ينطلق في إدراك هذا الأمر بفهم صحيح فلا بد أن ينطلق من خلال القرآن. فنجد في القرآن الكريم أنه عرض لنا شخصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، عرضه على أنه رسول. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله. فهذه الوقفة الأولى، أنه يعرض محمد بن عبد الله القرشي من بعد نزول إقرأ على أنه رسول مرسل من ربه، مبلغ عن الله، ينزل عليه وحي السماء. الأمر الثاني، القرآن الكريم عرض شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مكلف ببلاغ الرسالة، وأن هذا التكليف من الله جل جلاله لا من أحد سواه. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهذا أصل نجده في القرآن، أن الرسول مبلغ عن ربه جل جلاله. الوقفة الثالثة، أن القرآن يذكر لنا أن البلاغ الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم هو إبلاغ بالقرآن وبالسنة، وهي المعبر عنها في القرآن بالحكمة. قال الله عز وجل:
هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو القرآن، وبيان الذكر إنما يكون بالسنة. فإذا هذا أمر ثالث وجدناه في القرآن، أن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم هو بلاغ بالكتاب وبلاغ بالسنة. الوقفة الرابعة أن القرآن الكريم عرض لنا أمر بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تحقق بالصدق منه صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ كما أمر وقام بهذا الأمر خير قيام. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا بلاغه زكاه الله، وأنه كان صادق في هذا التبليغ عن ربه عز وجل. الوقفة الخامسة أن الله عز وجل عرض في كتابه أن رسوله صلى الله عليه وسلم لو تخلف عن الصدق في البلاغ لعامله معاملة خاصة بهذا التخلف، وحاشاه صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صادقا مع ربه عز وجل. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الوقفة السادسة التي وجدناها في القرآن الكريم أن القرآن عرض لنا أن ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة لم يكن يعلمه ولم يكن يعرفه قبل نزول الوحي عليه. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الوقفة السابعة: القرآن الكريم عرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل أنه هاد يهدي إلى الصراط المستقيم ويهدي لطريق الحق القويم. قال الله عز وجل في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الوقفة الثامنة: نجد في القرآن أن الله عز وجل أمر أمراً صريحاً بوجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه. قال الله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الوقفة التاسعة: القرآن العظيم
بين لنا أن عدم الإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين. الوقفة العاشرة: نجد أن القرآن الكريم عرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الذي يقوم به أنه بيان للقرآن الكريم وشارح له شرحا معتبر عند الله عز وجل مطابق لما حكم به الله عز وجل على العباد. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا جل جلاله ممتنا على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة وبهذا الجهد الذي يباشره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن، قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الوقفة الحادي عشر: نجد في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى أمر أمراً صريحاً وألزم إلزاماً بيناً بوجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وحذر من مخالفته وتبديل سنته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوقفة الثانية عشر: نجد في القرآن العظيم أن الله سبحانه رتب على عدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الأحكام وأعظم العذاب، فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الوقفة الثالثة عشر: أن القرآن العظيم نجد فيه أنه رتب على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خير في الدنيا والآخرة وأحسن الأوصاف. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا. الوقفة الرابعة عشر: نجد في القرآن الكريم أن آيات القرآن تعرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه متبع لوحي ربه، لا يتخلف عن اتباع هذا الوحي، وأنه تخلق بما جاء في القرآن العظيم، وأنه على الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. الوقفة الخامسة عشر: نجد القرآن العظيم يزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، في كل ما يخاطب به الناس ويشرعه للناس. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الوقفة السادسة عشر: أنه في ختام هذا البلاغ أعلن القرآن رضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بلاغه للناس، وفي أمر تعليمه للناس، وفي أمر تربيته للناس عليه الصلاة والسلام. فكانت تلك الآية العظيمة في الموقف العظيم، في المنسك العظيم، في أعظم أيام الدنيا، في يوم عرفة، يوم الجمعة، أنزل الله عز وجل على رسوله قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نريد أن نصل إلى مكانة السنة وحجية السنة وإلزام اتباع السنة ولا يكون دخولنا من القرآن الذي عرفنا بالسنة وبمكانة السنة وبالواجب نحو هذه السنة؟ وكيف ينبغي أن نتعامل مع هذه السنة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؟ من هنا لا يمكن أن نفهم هذا الأصل دون أن ندخل من بوابة هذا الكتاب العظيم الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة. وهنا في هذا الأصل أيضا، وهو بيان الحجية والمكانة للسنة، بعد أن وقفنا تلك الوقفات مع القرآن الكريم وأدركنا تلك المعاني العظيمة، والتي كما قلت ليست كل ما في القرآن عن هذا الباب، ولكنها فتح للذهن حتى إذا رجعنا إلى القرآن يكون هذا الأمر طريقاً لتدبر آيات القرآن، لنرى كيف عرفنا القرآن بالسنة وبمكانتها. النبي مبين لما جاء في القرآن، هذا الأمر وإن كان متعلق بسنته صلى الله عليه وسلم وبه، لكنه مبين لآيات القرآن. فماذا جاء في السنة؟ بياناً لتلك الآيات، وبياناً لما تضمنته تلك الآيات في مكانة السنة وحجيتها. نقف أيضاً وقفات
مع بعض النصوص، والنصوص كثيرة والأحاديث وفيرة والكلمات معبرة، ولكن حسبنا أن نشير إلى شيء من ذلك. فمن هذا روى الإمام أبو داود السجستاني في سننه في كتاب السنة، وهنا أريد أن أذكر في هذا الحديث عناوين هؤلاء المحدثين الأجلاء عندما ذكروا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا أن المراد إنما هو بيان مكانة الحديث، وأنهم فهموا الحجية المترتبة على هذا الحديث، وفهموا لزوم الاتباع والطاعة للسنة والحديث. فروى أبو داود في كتاب السنة في باب في لزوم السنة، والترمذي روى نفس الحديث في باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه القزويني في باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، ورواه الإمام الدارمي في سننه في باب السنة قاضية على الكتاب. ما هو هذا الحديث الذي وضع تحت هذه العناوين وعنون له العلماء بهذه العناوين التي تعبر أبلغ تعبير عن فهمهم لمكانة السنة وللزوم الاتباع والاعتداد بحجيتها؟ لفظ الحديث عند أبي داود عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان، إشارة إلى الترف وإلى الإنسان الذي أشغلته وملأ قلبه شهوات الدنيا. قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. إذن هنا يبين أن ما حرم الله، أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. نص آخر روى الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ما قال القرآن وأخبر أن الرسول بلغ ما نزل ما أنزله الله عليه كتابا وسنة، ها هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأصحابه ولأمته، أنه لم يقصر في أمر هذا البلاغ. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. إذن ما قاله الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر بقوله وتعليمه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي في المدخل عن طلحة ابن مضيلة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، أي عام جد، سعر لنا يا رسول الله، يعني اجعل لنا، سعر لنا الأمور. فقال: لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. إذن هو يلتزم بما أوحاه الله عز وجل عليه. ومن ذلك أيضا ما رواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إني ما آمركم إلا ما أمركم به الله، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه. إذن هو إعلام بالالتزام بما أوحاه الله عز وجل عليه وأنه يبلغ ذلك للناس. أيضا من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونتأمل هذا مع الآيات التي بيّنت وحذّرت من ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة، وعد منهم التارك لسنتي. فهو أحد من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الإمام البيهقي:
لولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن هذه نصوص تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في القرآن، وأن هذه النصوص فيها بيان لما جاء في القرآن من بيان مكانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في هذا الأصل الأول، وهو أن الله عز وجل تكفل بحفظ وحي، فإننا نقرأ في القرآن أن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد علمنا من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث أن السنة وحي من الله عز وجل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فهم العلماء وأدركوا إدراكا واضحا بينا أن حفظ السنة من حفظ القرآن، وأن الله كما حفظ القرآن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء في ذلك ما قالوا من الكلام العظيم والعبارات البليغة ذات الدلالة الواضحة. ولعلنا نقف مع نص واحد لأحد العلماء حول قضية حفظ السنة، وأنها داخلة ضمن تلك الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كلمة الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام يقول: قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول، أي للناس: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه، إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا، وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل. فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي إلى انقضاء الدنيا. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فإذ ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البتة
إلى ضياع شيء مما فإنه لا سبيل البت إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البت إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عند أحد من الناس بيقين، إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ، ولكان قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كذبا ووعدا مخلفا، وهذا لا يقوله مسلم. فإن قال قائل إنما عنى الله تعالى بذلك القرآن وحده، فهو الذي ضمن الله تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآنا، قلنا له هذه دعوة مجردة عن البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة، وحي يبين بها القرآن. وأيضا فإن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فصح أنه عليه الصلاة والسلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم مما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه، ولكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه. إذن هذا الكلام العظيم الذي ذكره الإمام ابن حزم رحمة الله عليه فيه الدلالة على أن الحفظ يدخل فيه كتاب الله جل جلاله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل علماء الأمة مع ما جاء في القرآن عن مكانة ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبحديثه وبمكانته، وكيف تعاملوا مع البيان لما جاء في القرآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملوا معه في هذا الأمر، وكيف تناقلوه فيما بينهم، ليدرك الإنسان ويفهم المسلم ولا ينخدع بأصحاب الشبهات والشهوات ممن يلفق حول مكانة السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تتبع أقوال العلماء والسلف في هذا الأمر منذ أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه أصحابه الكرام وتبعهم أهل الإسلام إلى يومنا هذا، فنجد الموقف واحد والدلالة على الموقف بنص متقارب، فنذكر شيئا من أقوالهم ومن مواقفهم ومن أعمالهم مما يبين لنا كيف تعاملت الأمة وكيف كان القرآن مؤسساً لتلك الفهوم نحو حجية السنة ومكانتها.
نظروا إلى السنة وفهموا أن نصوص القرآن تبين لهم أن اتباع السنة واجب حتم لا ينبغي التخلي عنه. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ونقل ذلك عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم إعلام الموقعين، قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، اتفقوا على ذلك وأجمعوا أن المسلم إن جاءه شيء منقول صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركه لقول أحد كائنا من كان. أيضا قال رحمه الله، وهذا نقله عن الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، يقول الإمام الشافعي: ولا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. إذن هو موقف الجميع. وأيضا قال رحمه الله: لم أسمع أحدا نسبته عام أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. يقول: لم أسمع أحدا إلا وهو مقر بهذا التسليم من أهل العلم المنسوبين إلى العلم. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، ليس أحد يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، لا صغير ولا كبير، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ولكن إذا وجد لواحد منهم، أي من أهل العلم، قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. يقول: قد تجد قول عالم ثم عندما تبحث تجد أنه خالف فيه حديث رسول الله، فهل معنى ذلك أنه خالف الحديث؟ قال: يقول لا، فله عذر. وتلك الأعذار تعود أنها ثلاثة أصناف. قال: الأول عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أي أنه يرى أن ذاك النص ضعيف الإسناد، أي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا مبلغه من العلم. اثنين عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، أنه يقول أن هذا النص لا يعني هذا الحكم، إذن هو فهم. الثالث
اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. أيضا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن حزم: فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أن يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. وأما من فعله مستحلاً للخروج عن أمرهما، أي أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من فعله مستحلاً للخروج عن أمرهما وموجباً لطاعة أحد دونهما فهو كافر ولا شك عندنا في ذلك. وقال الإمام السيوطي رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. ثم قال: روى الإمام الشافعي يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الإمام الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ أيضا مما جاء من كلام أهل العلم في هذا الأمر أنهم، وهي قضية أنهم مما تواتر عنهم، وهذا في أهل العلم، استعدادهم للتراجع عن قول قالوه متى ما ثبت عندهم قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما قالوا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل مسألة تكلمت فيها صح فيها الخبر، صح الخبر فيها من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. إذن هذا الاستعداد لهذا الرجوع. قال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. إذن هو منهج أنهم متى ما جاء الخبر ولم يكن عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا، ثم وصل إليهم خبر يخالف ما اختاروه وذهبوا إليه، فإنما هو التراجع مباشرة بلا تردد. ومن ذلك قولهم وإخبارهم وإعلامهم أنه لا قول لأحد كائنا من كان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول ابن خزيمة يقول: ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه. ومن ذلك أنهم رفعوا من مكانة طلاب الحديث وأعلنوا فضلهم
على غيرهم، وأن ما طلبوه من العلم أعلى مما طلبه سواهم، من ذلك قول أبي بكر بن عياش قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. ونقل حفص بن غياث عن أبيه وهو من العلماء المحدثين قوله في أهل الحديث قال: هم خير أهل الدنيا. إذن نظروا إلى أن هؤلاء هم أصحاب هذه المكانة العلية، وأنهم بطلبهم لهذا العلم ارتفعت مكانتهم وعلى شأنهم وأصبحوا ينظرون إليهم، وكانوا يتألمون لموت الواحد من أهل الحديث وعلماء السنة وطالبي علم الحديث. يقول الإمام أيوب السختياني رحمة الله عليه: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. يقول: كأني قطع عضو من أعضائي، حيث بلغه أن رجلا من أهل الحديث مات. وينظرون إلى من يحتقر أهل الحديث وأنه يتمنى أن يموت الواحد منهم. قال أيوب إن السختياني: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ومن ذلك أيضا في باب الاتباع والعمل بالسنة، إن رجعنا إلى الصدر الأول فنجد على سبيل الذكر والمثال قول صديق الأمة رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أيضا كانوا يعلنون أن الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة من الفتنة وعصمة من عذاب الله عز وجل. قال الإمام الزهري رحمة الله عليه محمد بن شهاب: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، اعتصام الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يغلظون على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم عن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا، يعني منه ما يجد السكينة ومنه ما يتسبب في الضعف. ولذلك الآن كثير من التربويين يجعلون الحياة من الصفات السلبية وليس من الصفات الإيجابية. فعمران بن حصين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أي صفة إيجابية. ويقول له هذا القائل: نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ وفي رواية: وتحدثني عن صحفك؟ أي صحف تعتمد عليها بعد أن سمعت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يعتبرون أن من النعم العظيمة على الإنسان في أول استقامته أن يهدى لصاحب سنة فيأخذه عليها، وأنه من النعم العظيمة على الرجل الأعجمي الذي لا يعرف العربية أن يوفق لصاحب سنة فيأخذه عليها. من ذلك يقول ابن شوذب كما خرجه الإمام اللالكائي قال: أول نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. ويقول أيوب السختياني رحمة الله عليه: إن من سعادة الحدث، أي الشاب الصغير، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم بالسنة. وأما من يزهد في علم السنة وأن يترك ذلك ولو كان أن يعود للقرآن فقط، فماذا كان موقفه منه؟ أخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمران بن حصين: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. إذن هذه النصوص، وهناك شيء يصعب حصره وعده من قول أهل العلم التي كلها تدور مع هذا المقصد وتتعامل مع السنة بهذه المكانة، وما ذلك إلا لأنهم انطلقوا من كتاب الله عز وجل، وأن تعاملهم بالسنة، ما تعاملهم مع السنة بمنطلق الحجية ولزوم الطاعة والاتباع والامتثال والعمل، لأنهم وجدوا ذلك صريحا في آيات القرآن. إذن بهذه المنهجية رأينا كيف أسس القرآن ذلك الأصل الأول، وهو حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذن لمن أراد أن يدخل إلى هذا العلم وأن يبني أصول معرفته على منهج صحيح، فليعلم أن الأصل أن يبتدئ من خلال القرآن ليعرف ذلك. وبقي ما تعلق بالأمر الثاني، وهو منهج هذه الأمة في الحفاظ على السنة رواية ودراية، كيف أسس القرآن لهذه الأمة هذا الأمر العظيم، فعندما امتثلت به فاقت الأمم كلها، فهي الأمة التي حفظت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما قاله ونطق به، وحفظت أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عملها عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة كانت أمينة على منهج القرآن، فإنها سلكت منهجا فريدا في منهج التثبت والنقد والبحث والفحص والنظر في كل ناقل للحديث، لكي تطمئن النفوس أنهم وأن ما بين أيديهم إنما هو حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهوا بذلك ما يطرأ على الإنسان من الضعف والخلل، وما يكون في بعض الناس من ضعف الحفظ والذاكرة، وما يكون عند البعض من ضعف القدرة على إتقان الكتابة ومهارتها، وما يكون من الخلل والخطأ والتصحيف سهواً عند الكتابة، وما يكون من التعمد من الزنادقة وأهل الباطل والوضاعين. كيف سلكوا من المناهج ما يضبط ذلك كله، وما ذلك إلا شعوراً بالمسؤولية نحو ما جاء في كتاب الله أمراً بحفظ هذا الدين وحفظ هذا الكتاب وحفظ ما ارتبط بهذا الكتاب من البيان، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله عز وجل تكون لنا وقفة مع هذا الأصل في لقاء الغد إن يسر الله عز وجل ومد في الأعمار، ونرى ما هي الأسس التي أسسها القرآن في هذا الأمر، وماذا كان البيان لها من النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان الموقف من العلماء قولاً وعملاً وجهداً وبذلاً. فنشير في ذلك إشارات تبين لنا أن القرآن الكريم هو الأصل الذي انطلقت منه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذا الكتاب فعملت به فكانت خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.